بدأت أمارس بقى هوايتي وأعمل حاجات بالطعم وحاجات من دي، وبعد كده بقيت أشتغل في البامبو والخيم. أهم المشروبات اللي عندي اللي هي المرمرية حضرتك، المرمرية والحبك ده بيطلبوه كتير، والقهوة بتاعتنا عشان من إحنا بنعملها على قديمة، بنطحنها ونحمصها ونعملها على قديمة. نعمل لبس معين بتلبسوه، لبس الفلاحين، لبس البدو، اللبس العربي، الطربوش، العباية، العصايه. خدت مني شهر ان انا بقعد اركز اعمل ايه واهد واركب والف بعبالي وحاجتي كلها. الشجر احنا مقشرين واحنا اللي عاملينه هنا، ده مقطعينه من الشجر اللي بره وظبطناه ومسحناه وكل ده.